مشاهدين قناة اشبقاع تيفي، مرحبا بكم معنا مع جمعية دمي دمك. اليوم منظمين حملة للتبرع بالدم المدة ديالها 5 أيام. تنقول لكم اجيو تبرعوا بالدم. معايا فاعل جمعوي، الاسم ديالك؟ ايوب. اشنو تبغي تقول للمغاربة؟ المهم حنا جمعية ديال التبرع بالدم كنحاولوا اننا نحسوا الشباب والمغاربة أهمية ديال هذا المشروع الانساني العظيم، بحيث اننا كنجندوا معنا دابا شباب اللي شي حاول انه يحسس ويعمم الثقافة ديال المشروع ديال التبرع بالدم. عندنا حملة دابا تحسيسية بدات اليوم 2، وغنسالوا جمعة ان شاء الله حملة فيها 5 أيام، بحيث اننا نحاولوا نقلبوا من المجتمع المدني، من الناس نحاولوا نهضروا معاهم ونعرفوا دايوغ شنو التخوفات ديالهم من ناحية العمل الإنساني. نحاولوا أننا نهضروا معاهم ونشرحوا لهم كيفاش بأن هذا العمل ما ياخذش بزاف ديال الوقت وعمل إنساني العظيم، بحيث أن الدم ما كنجيبوش من شي بلاصة أخرى. كما كيقول الله أو السورة القرآنية أو في الآية القرآنية، من أحيا نفسا كأنما أحيا الناس جميعا، ممكن أننا نعتقوا حياة ديال الإنسان. أنا اليوم بغيت نتبرع، منا شخص نخاف؟ لا بغيتي تبرع ما عندك مناش تخاف، بالعكس كيجي المهم نشرح لكم لا بروسيدور كيفاش كترا. كيجي لو دونور كيتلاقى مع الطبيب، كيسولو مجموعه من الاسئله بحيث انه تعبر لي طونسيون دابور، وشي يسولو الا كان مريض بشي مرض مزمن لا قدر الله ولا عنده شي موانع. المهم تيشوفو معاه الا كان ممكن شي دوزي تبرع. عمليه اللي تتم عمليه التبرع تتم في واحد 5 حتى 10 15 دقيقه، سا ديبون دي بيرسون. كناخذوا 450 مللتر، 7% ديال الدم ديال الانسان. ومن بعد ملي تنديروا لهم التحاليل، من بعد تسالوا شنو داروا لهم التحاليل، كيداروا التحاليل ديال ليباتيت بي، ليباتيت سي، السيده، الانزيمات الكبديه والال اي ال تي والسيفيروس والفصيله ديال الدم. والعمليه زعما كاين الانسان ما عندوش يخاف، بحيث توكل على الله. يتوكل على الله. توكل على الله. انا مرحبا، شجعتيني ندخل نتبرع. مرحبا، شكرا. يلا ندخل نتبرع. سلام خيتي. شنو جيتي دير اليوم؟ جيت اختي نتبرع بالدم. علاش؟ لان هذا واجب وحق حنا كمسلمين، وابسط الصدقه يقدر يقدمها الانسان لاخوه المسلم. ما خايفش؟ لا بالعكس فرحان. كيفاش شنو تقدر تقول للمغاربه باش تشجعهم يجيو يتبرعوا؟ مغاربه يعني الا كانوا مسلمين ديال بصح والعواشر هذه، يعني ابسط صدقه يقدر يقدمها هو الدم ديالو. يعني احسن حاجه عند الله تعالى في العواشر هي الدم ديالك، الانسان اللي ما لقى ما يعطي. وبالنسبه للمغاربه كاينين بزاف الناس اللي محتاجين للدم، والا ما كنتش انا والاخر 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 الو راه الناس هذو كلهم غادي يموتوا. واحد النهار غادي نكون انا واحد منهم خاصني الدم، وغادي نلقى حتى انا الناس غادي يوقفوا معايا. يعني هذا الشيء صدقه جاريه، يعني هذا الشيء متبادل. بسم الله بسم الله تبارك الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يا رب. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إهدنا الصراط المستقيم. إياك نعبد وإياك نستعين. إهدنا الصراط المستقيم. إياك نعبد وإياك نستعين. ماشي قريصة ميم با، بحال دكاتك ميم با، عرفتي ديك الفنيته، هذيك الشوكه ديال الفنيته صافي هي اللي حسيت. لانفيرميير شرحت لي بلي جو في سوفي 3 بيرسون بهذا التبرع، جو في سوفي 3 بيرسون. فكنبغي نقول لجميع الناس اجيو تبرعوا ما تخافوش، انا اكبر خوافه. مادام انا تبرعت نتوما غتقدروا تبرعوا، لانني انا اكبر خوافه والله. صراحة فرانشمون جو سون تري تري بيان، جو مي سون بارفيتمون بيان ترانكيل، كنحس براسي مزيان، ما كاينش شي حاجة لا دوخة لا حتى حاجة. أشرف خلف الكاميرا كنبغي نقول لي شكرا بزاف، شكرا شكرا شكرا. علاش؟ أولا شجعني، ثانيا قال لي أنا غنبقى معاك طول الرحلة ديال التبرع،
بصراحة شجعني أول مرة. أنا ديما كنت كنوصل حتى لعندهم، أكثر من ثلاثة المرات كنوصل حتى لعندهم والله كنهرب، كنقول الصدق صراحة زعما كايناش في سبونطاني. دابا ما عرفتش شنو نقول لكم، ولكن هذه الصراحة أشرف عوينة كنشكروك. خمور اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.